السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين ناس للناس أينما كنتم، أهلا بكل من يشاهدنا صوتا وصورة عبر منصة مود أو عبر تطبيق مود ومنصة شاهد. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الناس للناس، هذا البرنامج الإنساني الذي يأتي منكم وإليكم ويحمل بين حلقات قصص واقعية لأشخاص بحياتنا اليومية. ومعي أنا خلف الخلف، ومن خلال هذا البرنامج سوف نتقلب بين صفحات هذه القصص الإنسانية التي تعرض لأول مرة، ونمتن لأبطال من خلال تقديم رسالة تلامس قلوبهم ومشاعرهم، ومن أجل ترجمة لغة التراحم والتعاطف والتكافل بين فئة المجتمع. مستمعينا، العمل الإنساني غاية إنسانية سامية لا يمكن إغفالها، لا تتهاونوا في القليل فإنه يعني الكثير والكثير. مستمعينا، قبل أن ندخل لموضوع الحلقة وقبل أن نتعرف على ضيوفنا في البرنامج، دعونا نتعرف على أخبار الناس للناس. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلة إطعام في اليمن. وأمن الدولة تقول بأن مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات إلى الخارج. منصة إحسان تستهدف عدة مشاريع وبرامج خلال شهر رمضان المبارك. المجاعة في اليمن في مرحلتها الخامسة، والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن جمال بلفقيه يقول بأن المملكة تدعم الأمن الغذائي في ظل عزوف الدول عن تقديم خطط للمساعدات الإغاثية. وفي أخبار الناس للناس، مجموعة من المتطوعين يقومون بتوزيع وجبات الإفطار في المسجد الحرام. أما في شوارع الرياض وفي شوارع السعودية بشكل عام، مجموعة من الشباب المتطوعين يقومون بتوزيع وجبات الإفطار في الشوارع وعند الإشارات. ندخل مستمعينا إلى موضوع الحلقة، هذا الموضوع الرئيسي الذي نتحدث فيه اليوم عن التبرع بالأعضاء. هذه الخصلة النبيلة التي وجدنا من خلالها قصص إنسانية، قصص رائعة تعرض لأول مرة لأشخاص تبرعوا بأعضائهم وهم على قيد الحياة، ولأشخاص أيضا تبرعوا بأعضائهم بعد الوفاة. هنا نتطرق لقصص أناس سمحوا بإزالة ربما عضو من أعضائهم بطريقة قانونية، إما عن طريق الموافقة في حين كان المتبرع على قيد الحياة، أو بموافقة أقرب الأقرباء بعد الوفاة. الهدف هو إنقاذ حياة شخص يصارع المرض وبحاجة لزراعة العضو. مستمعينا، لا تذهبوا بعيدا، حلقتنا مليانة قصص ومليانة امتنان ومليانة شكر لأشخاص موجودين معنا الآن في الاستوديو، وأيضا معنا ضيوف عبر الاتصالات الهاتفية. لذلك لا تذهبوا بعيدا، ابقوا بالقرب من MBC FM. حياكم الله مجددا مستمعين الناس للناس أينما كنتم. أرحب بضيوفي هنا في الاستديو، إبراهيم تويجري وعادل اليحيى، كلهم متبرعين بكبدهم. الفرق أنه إبراهيم تبرع بكبدة لعمته، وعادل تبرع الكبدة لطفلة ما يعرفها. بنتعرف على قصتهم. إبراهيم، يمكن أنا أعرفك من قبل وأنت زميل، وقصتك أسرتني لأني أعرف قديش عمتك كانت تعاني، وكنا نقول يلا ندور متبرعين في تويتر ما لقينا نبحث. فجأة يا إبراهيم جيتني قلت خلف أنا قررت أني أنا اللي بتبرع لها. ذكر الله إبراهيم، إيش قاعد تسوي؟ فجأة يا إبراهيم كملت. قبل كل حاجة احكي لي وش اللي صاير، كيف كانت عمتك تعاني؟ أولا مسي عليك وعلى السادة المستمعين عبر الأثير FM وبسي مود. في البداية الحمد لله اللي حباني بنعمة أن أهدي عمتي جزء مني. وطبعا هذا عمل
هو واجب إنساني وصلة القرابة الحمد لله. خلف أنت لما تكون في تنحط في موقف أنك تشوف شخص عزيز عليك قاعد يعاني، أنت توصل مرحلة أنك لازم تتصرف. فأنت كنت معي في البداية وعارف اللي حصل، فوصلنا لمرحلة أنه لا لازم أحد يخطي خطوة ويقوم بهذا القرار، والحمد لله أنه أنا كنت صاحب هذا القرار. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك. طبعا مستمعينا خلوكم معانا طوال هالحلقة، لأنه بعد شوي بنسمع صوت عمة إبراهيم ونشوف مشاعرها أكيد، وحسألك كيف تبرعت وكيف إجراءات التبرع. بس خليني أرحب أيضا بعادل. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ خالد. عادل أهلا وسهلا. عادل قصتك أسرتني أيضا. أنت رحت المستشفى، هلو أبغى تبرع. بالضبط. السلام عليكم، حياكم الله بالاستقبال. قال تفضل، قلت أبي أتبرع. قلت تبرع لمين؟ يعني ما أنسى نظرة الموظف اللي كان استقبال، كان قاعد يكتب ومو يعني ما كان قال لي ناظرني. قلت لأي أحد عندكم جاهز؟ أي أحد. أنا جاهز. هو ناظر فيني كذا مستغرب، شلون تبي تبرع لأي أحد؟ قلت أي أحد، أنا جاهز يعني. في البداية أنا رحت له، يعني رحت للمستشفى وكان عمري تقريبا 18 سنة أو 17 سنة. قالوا لي توكل على الله، انت صغير لسه. سؤال بس معلش بقاطعك، وش اللي حادك يعني، وش اللي خليك او وش اللي حفزك، وش اللي قالك روح تبرع؟ هل انت سمعت في الاعلام شيء؟ هل انت قرات؟ من اللي حفزك؟ اللي حفزني اني سبق شفت اعلان طلب متبرع بالكبد في تويتر سابقا. شدني الاعلان، كيف واحد يعني او في ناس يطلبون كبد او واحد يتبرع بكبد؟ يعني موضوع شدني الامانه في البدايه. قعدت أبحث وتعمقت في الموضوع أكثر، اكتشفت أنه موضوع التبرع بسيط، بسيط جدا جدا بسيط. يعني ممكن أكون أنا إنسان مخاطر في البداية يعني، لكن اكتشفت أنه بسيط في البداية. فزي ما قلت لك رحت لهم يوم كان عمري 17 سنة أو 18. قالوا لك رح؟ قلت توكل على الله، توكل على الله لسه أنت. حتى الكتلة العضلية عندي والكتلة يعني ما تساعد. قالوا يعني بعد كم سنة تعال بيشوفون أنا صامل ولا لا. وجيتهم بعد كم سنة فعلا. والله انك صامل. اي والله صملت فيهم انا. هم زعلت ليش طردوني في البداية، وقلت والله لا ردها. اهلك ما كانوا يدرون في البداية؟ في البداية لا. بالحالك رايح النهائية ما حد كان يدري. طبعا بنعرف وش صار على ابراهيم، عفوا على عادل، لما دخل وقال لهم بتبرع. صار لك اشياء كثيرة حنجي عليها. خلني اروح لابراهيم. ابراهيم قلت لعمتك دقيت عليها قلت بتبرع لك، ولا رحت تسوي فحوصات؟ لا، في البداية أنا اتخذت القرار بنفسي ورحت للمستشفى لين أتأكد أنه أنا مناسب أن يكون متبرع، عشان ما تخليها تتأمل تتأمل في الأخير. الحمد لله أن توفقت أنا في أن علمتها متبرع. لك قبل الوالدة؟ أنا استشرت الوالدة في البداية. ما قالت لك لا؟ والله الحمد لله. أولا أنا أمسي على أمي. أنا أملك أم عظيمة الحمد لله، وبالعكس كانت معي واقفة في القرار هذا، وذكرت لي فضل العمل كأجر وأنه لك لآخرتك، وشجعتني يعني الحمد لله. المستمعين ما يعرفون أن أمك أصلا مربية فعلا معلمة، فلذلك استشعرت هذه النقطة وقالت لك جهد. بعدت حالة الأمومة. تعرف أحيانا ترى الظن صعب وأنك تخليه يروح يسوي عملية، مو بكل أم ولا كل أب يقول جهد أو روح كمل فعلا. هو أنا كنت خايف من ردة فعلها في البداية، لكن الحمد لله على نعمة أمي صارت عيوبي. في صفك الحمد لله. الله يبيض وجهها. وهذه رسالة الأمهات، يعني الأمهات عظيمات. أنا لا تقعد تطري لي الأم تراني ببكي ده صدق. أنا الأمهات بالنسبة لي خط أحمر، ودائما هم يأثرون علي. عمتك متى عرفت؟ هو أنا مشيت في بداية الإجراءات اللي هي فحوصات. وصلت المرحلة اجتمعوا فيني اللجنة، قالوا انه انت خلاص ان شاء الله مقبول، لكن باقي كم فحص اللي هو تأكيدي يعني حق اجراءات العملية. فقلت لازم اعلمها يعني، لانه مر تقريبا اسبوع او اسبوع ونص وانا في الاجراءات اللي خلصتها وهي ما عندها خبر. فاعطيتها خبر يوم عطلت. قالت لك تذكر؟ يعني كان ردة فعلها يعني أذكرها بالمشهد يعني، ما تكلمت كثير ودموعها كانت تنزل.
انبسطت انا حسيت إن حسيت انك الفرج بعد الله الحمد لله. ايوه لانه ترى الشخص اللي يحتاج متبرع ترى تقفل فيه كل الابواب فعلا في وجهه. الموضوع صعب جدا, الموضوع مو بسهل نهائيا. هو صحيح التبرع سهل, لكن الشخص المحتاج تبرع ترى يعاني بشكل كبير بشكل كبير. نرجع لك عادل. عادل معنا وقت اوكي. عادل في دقيقه لما قالوا لك انت بتتبرع لطفله ما تعرفها, وش التفاصيل كذا ايش اللي صار؟ طبعا يوم بلغتهم اول شيء ما كنت ادري انها طفله. انا قلت انا جاهز اتبرع لاي احد. فبعد ما انهم تاكدوا اني فعلا انا انسان جاهز, مشيت في اجراءاتي لمده تقريبا ما يقارب الخمس شهور, اجراءات من فحوصات واشياء كثيره خلال الخمس شهور هذه. طبعا خلال الخمس شهور هذه كنت تقريبا شبه يوميا انا يوم في المستشفى يوم في البيت, يوم في المستشفى يوم في البيت. طبعا طول الفتره هذه ما كنت قايل لاحد نهائيا. في شيء في داخلي قاعد يهونها, موضوع اني انا يوميا في المستشفى. الان لو اتذكره بقول انه كان متعب, نتكلم منطقيا متعب اني يوميا اروح التحاليل وكل شيء. كم كان عمرك؟ تقريبا 23 سنه تقريبا. صغير يعني. كان عمري 23 سنه. العمليه كانت في 2018, فكان وقتها متعب ولكن ما كنت احس بالوقت نهائيا والله. وانا يوميا موجود في غرفه الانتظار والاستقبال. ناس للناس, الناس للناس. أيوة يا عادل للناس. والله بيض الله وجهك. الحمد لله. فخلال الفترة هذه الحمد لله يعني مرت بشكل سريع, ما حسيت فيها نهائيا فترة الفحوصات. لكن خلينا نقول ان الزبدة يملقوا الطفلة. علموك اسمها؟ لا ما يعني ما قالوا لي, ان قالوا انها طفلة فقط عمرها 7 شهور وكانت بين حياة وموت. يا الله. اي فلدرجة انهم قالوا لي انه عادل نحتاج عملية تكون يوم الاربعاء, ضروري تكون يوم الاربعاء جاهز فاضي. انا كفحوصات كنت جاهز وقتها, هم كلموني في الويكند. كنت موظف من موظف ولا تاخذ اجازه؟ لازم كنت إيه؟ موظفي. فكان الموضوع صعب بالنسبه لي خاصه الفحوصات والمواعيد. فقالوا انه العمليه نحتاجها يوم تكون يوم الاربعاء باسرع وقت. الله. هم بلغوني الشيء هذا في يوم الاحد تقريبا بدايه الاسبوع. فقلت انا جاهز. احنا حنتعرف وش صار على البنت, حنتعرف وش صار على عمه ابراهيم ايضا. بس مستمعينا مضطرين نروح فاصل قصير وبعدها اكيد مكملين معاكم قصة عادل وقصة إبراهيم. حياكم الله مجددا مستمعين ناس الناس أينما كنتم. أهلا بكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة MBC FM وكل من يشاهدنا صوتا وصورة عبر منصة شاهد أو حتى عبر تطبيق MBC مود. ما زلنا مكملين معكم هذه القصص الرائعة جدا, عيالنا اللي نفتخر فيهم, بيض الله وجيههم. إبراهيم التويجري عندي في الاستوديو اللي متبرع بكبدة, جزء من كبدة لعمته, وأيضا عادل اليحيى اللي متبرع بجزء من كبدة لطفلة لا يعلمها. إبراهيم عندنا اتصال اكيد غالي عليك, عمتك الاستاذه سميره التويجري معنا على الهواء مباشره. اهلا استاذه سميره. يا هلا والله, حياكم الله. يا اهلا وسهلا. طبعا استاذه سميره مستمعينا هي التي تبرع لها ابراهيم التويجري الله يبيض وجهه. واحنا اليوم نقول هذه القصص. يمكن سميرة أنا أصريت على إبراهيم إلا نبغى نسمع صوتك, لأنه نبغى نحفز الناس, نبغى نحفز الناس ونبغى نقول للناس اللي أحسنوا أحسنتم. سادة سميرة وشي طمني على صحتك. الحمد لله يا ربي, لك الحمد والشكر. يعني الحمد لله, يعني فرق شاسع بين المرحلتين. اللهم لك الحمد والشكر والفضل لله ثم لإبراهيم الله يبيض وجهه يكتب أجره إلى يوم الدين يا رب. أمين يا رب. سميرة لو قلت لك أنت أكيد ما كنت تتوقعين 1% أن يجيك الفرج من شخص قريب منك بعد الله عز وجل. أبداً. أعطيني السالفة. السالفة أنا كان على أساس أن أفضل شيء يكونون يعني قرائب درجة الأولى, وللأسف ما كان في أحد نفس طفيلتي ولا ما كنت أعرف أن إبراهيم نفس طفيلتي أساساً. سبحان الله. يعني كل اللي حولي يعني الدرجة الأولى ما في أحد يناسب, فما في إلا أن أحد يجيني من بعيد. بس كنت فقد الأمل, يعني أقول ما في أحد بيجي من بعيد أساساً وبيعطيني. وكانت صحتك كيف وقتها؟ صحتي كانت خلاص متدهورة, يعني وصلت في المرحلة فظيعة. يعني بديت أدخل في غيبوبة الاعتلال الكبدي, الاستسقاء, حالة الاستسقاء. يعني كان مرة الوضع مرة سيء, يعني لدرجة أني دخلت المستشفى. يعني مش ضروري أني
أجلس في البيت لازم إيش تكون متابعة دقيقة لوضعي، لأني كان خلاص أنا حسيتي زي ما أنك تقول على النهاية. فقدتي الأمل وأنك على النهاية تماماً. بالعربي أنا فقدت الأمل. شفتي الموت بعينك جدا، يعني لدرجة أني جالسة أفكر بالآخرة، أفكر الله. أولادي إيش بيصير عليهم، كيف يعني كل شيء، كل شيء جاء في بالي، يعني ما في أي شيء ما جاء في بالي. الله. جاك اتصال من إبراهيم قال لك ولا كيف وش السالفة؟ إبراهيم جاني في المستشفى. الله. كان جاي هو أساسا يزورني يعني تقريبا شبه يوميا كان يجي، فكنت عادي يعني إذا يجي يجلس عندي وأسولف أنا وياه وكذا وياخذ ويعطي، لحد ما جاء يوم كان، وحتى ما أنساه يعني كان يوم جمعة، فدخل علي وفي ورقة بيد، بس ما كنت أدري إيش الورقة يعني. فهو قال لي يعني عمتي ترى أنا خلصت إجراءات الزراعة. فأنا لأني أساسا أنا ما عندي علم أن إبراهيم فصيلته نفس فصيلتي، ففرحت أنا على بالي أنه جاي يتبرع لأحد يحتاج، يعني أنه حس معاناتي وجاي يتبرع لأحد غيري. فقلت له على طول أنت جاي تتبرع لأحد معين ولا أحد محتاج؟ فعلى طول رد علي قال لي كيف أنت؟ الله. فعلى طول أول ما قال لي كده انهارت من البكاء، يعني ماني قادرة أتخيل، يعني تخيل أنك أنت فاقد الأمل وفجأة يجيك شخص يقول لك كده يعني، ولا وخاصة أنه قريب جداً. ما أنا سميرة ذيك الأيام كان يقول لي إبراهيم كان يعني ما عنده هم في الدوام، طبعا إبراهيم هو زميلنا في ام بي سي، اي طبعا اي عارفة، ما كان عنده هم إلا كل شوي يقول لي خلف عمتي 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 دورنا يا خلف، شوف من هنا من هنا. فجأة جاني قال لي خلف خلاص فرجت، وش لقيت؟ قال أنا اللي بأتبرع. سبحان الله فاجأني يا سميرة، صراحة فاجأني. اي والله والله شوف هو من الأساس كان متحمس وكان مرة متضايق، وكان يعني لدرجة أنه كان في تغريدات تويتر كان يساهم في نشرها وكان يكلم صحيح الجميع صحيح، وكان عندي خبر بهذا كله لما دخلتي. كذا أنا ما كنت أدري أساسا أنه أو بلاس يعني زي خبر. سبحان الله. لما دخلتي العملية عشان حتى مستمعينا يعرفون إيش صار، لأنه أنا أنا كنت أبغى أسمع المعاناة من الطرف الثاني، لأن الناس يتوقعون أوكي عملية تبرع بجزء من الكبد ما هي مرة صعبة العملية، لكن الشخص المصاب يعاني، يعاني الأمرين جداً. احكي لي جداً. لما دخلتي الغرف، غرفة العمليات، إيش اللي كان في خاطرك؟ ولما صحيتي من الغيبوبة، أو عفوا لما صحيتي من البنج، البنج هو كانت شغلتين في بالي أول ما دخلت العمليات، يعني في التحضير وأنا قبل العملية تقريبا بدقيقتين يمكن، كانت شغلتين كنت أفكر بأولادي هل أنا برجع لهم أو لا، وكنت أفكر في إبراهيم. يعني أتمنى أن الله ينجيه، يعني كنت حسيت أني جازفت في حياته. يا الله يا الله. فكنت خايفة جدا جدا خايفة عليه، لدرجة أنهم بلغوني أني أول ما صحيت من البنت كنت أهدي باسمه، أقول جيبوه لي يعني أبغى أشوفه، جيب إبراهيم، أي جيب إبراهيم أبغى أشوف إبراهيم. فهم ما هم عارفين من أقصد أنا أساسا. خلنا نسمع بعد ما صحيت من العملية. إنه يقولون لي أنه عمتك قاعدة تناديك، هي لسه طالعة من العملية. طبعا أنا دخلت العمليات قبلها، فأنا يوم بعد الإفاقة وصحيت إنه جوني مريضات إنه عمتك تسأل عنك قاعدة تناديك. فطلعت أنا ركبت الويلشير وطلعت لين غرفتها، بس إن حصلتها نائمة يعني. الله. وش تبغى تقولها الحين هي تسمعك؟ أقول الله يطول في عمرها ويحفظها ويخلي لعيالها إن شاء الله. آمين يا رب. ويخلي كلنا اللهم آمين. إن شاء الله نشوفك دائم صحة وعافية يا رب. سميرة وش تبغى تقولين سميرة؟ أقول إبراهيم، إيه هذا إبراهيم يسمعك، احكي معه. أنا طالع منها، أنا طالع منها. إبراهيم ما أدري شو أقول، أقول لو أفديه بروحي ما تكفي. إبراهيم يعني زي ما يقولون تربع في عرش القلب. إبراهيم يعني الآن عندي إبراهيم يعني في كفة والعالم كله بكفة، يعني دائما أدعي له وأدعي لوالدته ولأخوه ولا وأخوي اللي هو أبوه طبعا، وإلى يوم الدين الله يكتب أجرهم جميعا يا رب العالمين. يعني شيء مشاعري أنا ما أدري وش أقول له، يعني مهما سويت ومهما بذلت ومهما أعطيت لا يمكن أني أوفيه لو جزء يسير من اللي سواه معي.
لكن إن شاء الله ربي يكتب أجره العظيم إلى يوم الدين ويعوض بخير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، ويمتعك يا ربي بالصحة والعافية، خلي لك عيالك يمتعه إن شاء الله بشبابه يا رب العالمين، آمين. ونفرح فيه إن شاء الله في كل إنجازاته بإذن آمين الله يا تعالى رب. إن شاء الله. إبراهيم أنت بتقول شيء؟ أوكي يعني مقدر بالأدنى شك. سادة سميرة، أنا حبيت اليوم أسمع يعني هذه القصة عشان حتى الناس اللي اليوم ترى كل شخص يسمعنا الآن وصحته بخير، تراك تقدر تنقذ شخص من موت محقق فعلا، ترى موت محقق. أقول رسالة للجميع يعني يا ناس والله تراها يعني شوف هذا إبراهيم قدامك وعارف وش اللي ده، يعني ما كانت المعاناة اللي هي صحيح أكيد فيه تعب وفيه مجازفة، لكن الحمد لله يعني أنا حسب كلام الأطباء لي أن المتبرع نسبة يعني نجاته من العملية نسبة كبيرة 98%. صحيح، بس أنا نحكي عن المعاناة اللي يمرون فيها المصابين. إيه، فأنا أقول لك فأنا على أساس أني أهيئهم أنهم مثلا يتبرعون، أن تشوفوا الناس المسكينة الضعيفة. أنا يا أستاذ لي 30 سنة وأنا أعاني من التليف الكبد. يا الله يا الله، الحمد لله. يعني تخيل نص عمري راح، إذا مو ثلاثة أرباع راحت وأنا وأنا مريضة بالكبد لحد ما وصلت. يعني تخيل أنا ما استمتعت بحياتي الصحية أبدا من عمري 16 سنة وأنا أعاني. أبشري بالخير، ترى رسالتك ذي بيسمعونها الحين، فأنا أبيهم ناس يعني يعرفون تراي مريت بمراحل، وأنا يعني أولادي بحاجة لي، يعني أنا ما عندي إلا ولد وبنت بحاجة لي، بس الله يحفظهم يا رب. يعني عانيت أستاذة سميرة، ترى حد يتخيله. اللهم لك الحمد، أنت اللهم أكرمك ومن عليك اليوم بالشفاء. ترى في عندنا عدد كبيرة جدا محتاجين ناس زي إبراهيم وزيها، وعلشان كذا أنا أقول يا ليت يا ليت الكل يبادر، والله تكسبون فيهم أجر. أنتم ما تتخيلون الشيء اللي ترفعونه عن الشخص بإذن الله، يعني تراه يحس بشيء، يعني الله لا يعني يبعد عنكم الصحة والعافية. الله يجزاك خير. الشيء اللي يحس فيه المريض مو شيء طبيعي ترى. صحيح، لا شكرا. لا صحيا ولا جسديا ولا نفسيا، يعني يكون وضع نعم. مرة نعم. مرة سيء، فما راح تخسر شيء، لك أجر إلى يوم الدين. صحيح صحيح، شكرا. يعني حتى حياة هالشخص في كل يوم أنت لك فيها أجر. بالضبط بالضبط بالضبط. أستاذة سميرة، الحديث معك لا يمل، والحديث معك من القلب بلا أدنى شك. شكرا لقبولك دعوة البرنامج. الله يحفظكم يا رب ويمتعك ربي بالصحة والعافية. شكرا، يا هلا والله، مع السلامة. شكرا لك. مستمعينا لا تذهبوا بعيدا، مكملين معاكم أجواء هذه القصص الإنسانية والرسالة المهمة اليوم اللي سمعناها من سميرة. بنكمل إن شاء الله بإذن الله أيضا حتى من الجانب الطبي نسمع ونتعرف أكثر حول التبرع بالأضاءة. لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير. حياكم الله مجددا مستمعينا، مستمعين ناس الناس أينما كنتم، ومشاهدينا صوت والصورة عبر منصة شاهد وأيضا عبر تطبيق MBC مود. يلتحق بي الآن في هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن الذيابي، وهو استشاري زراعة الكلى في الحرس الوطني وأيضا رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الكلى. أهلا دكتور عبد الرحمن. يا مرحبا وسهلا وخلاص يا عمر حسين. دكتور عبد الرحمن، أول حاجة أنا على الصعيد الشخصي أتشرف كثير أنك تنضم لنا وتشرف بقبولك دعوتنا، واليوم احنا نتحدث عن يعني نقطة مهمة جدا دكتور، تبرع بالأعضاء، وأيضا بكرة عندنا اليوم العالمي للكلى، وأنتم تعملون أعمال كبيرة جدا دكتور عبد الرحمن. بادئ ذي بدء، الشهر عليكم مبارك، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. الله يبارك في أيامك، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وتحياتي لضيوفك الملهمين وللمستمعين الأعزاء، ودعائي في هذا الشهر الفضيل لمرضانا بالشفاء والصحة التامة. اللهم آمين. غدا خلينا نبدأ دكتور، غدا هو اليوم العالمي لأمراض الكلى أو للكلى، أهداف هذا اليوم قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا. صحيح، هو اليوم العالمي يوافق منتصف شهر مارس من كل سنة، والهدف الرئيسي هو رفع مستوى الوعي حول أهمية أمراض الكلى، التوعية بارتباط الأمراض المزمنة كأمراض السكري والضغط بأمراض الكلى المزمنة، أيضا زيادة الوعي بالإجراءات الوقائية وعوامل الخطورة وضرورة إجراءات الفحص الدوري خصوصا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أن الزراعة هي أفضل علاج للفشل الكلوي، والتبرع بالأعضاء هي من أفضل المبادرات لإنقاذ هؤلاء المرضى، والوعي بكيفية التعايش مع مرضى الكلى المصابين. عظيم هذه جدا. تعتبر الأهداف الرئيسية لهذا اليوم.
عظيم جدا. اليوم لما نتكلم عن فشل كلوي قبل ما نجي على الزراعة وعن يعني الاحتياج الكبير، وش الأسباب، كيف الشخص يصاب بفشل كلوي؟ طبعا الفشل الكلوي كمبدأ كما نعرفه ينقسم إلى قسمين، فشل كلوي حاد، وهذا عادة يكون نتيجة أمراض حادة كالتهابات حادة، إعياء حاد، يسبب قصور كلوي حاد، وفي الأغلب يتحسن هذا النوع من أمراض الكلى. النوع الآخر وهو الفشل الكلوي المزمن أو القصور المزمن، والسبب الرئيسي في العالم أو حتى في منطقتنا هو الأمراض السكر. يأتي بعد ذلك أمراض الضغط وأمراض السمنة والإفراط في استخدام المسكنات والأدوية الشعبية، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية والحصوات. نعم دكتور، اليوم تقريبا كيف ممكن، قبل ما أتكلم لك عن عدد المرضى الغسيل الكلوي اللي جالسين يغسلون الله يشفيهم يا رب العالمين، وقبل ما ندخل للخيارات، كيف الواحد يقي نفسه من هذا المرض؟ طبعا عندما نذكر أن السبب الرئيسي هو أمراض السكري والضغط والسمنة، هذا يبين لنا أن جودة الحياة ونوعية نمط الحياة مؤثر جدا على نسبة الفشل الكلوي. السمنة، الغذاء الغير صحي، البعد عن الرياضة، كلها مسببات رئيسية لأمراض السكر والضغط، وهي تعتبر المسبب الرئيسي للفشل الكلوي. فالوقاية من مرض الفشل الكلوي هو بالاعتماد مبدئيا على نمط غذائي ونمط صحي مبكرا من عمر مبكر. بالإضافة إلى ذلك الابتعاد عن أي شيء مضر للكلى، عمل فحوصات دورية خصوصا بعد عمر 40، والابتعاد عن أي دواء ممكن كمسكنات الألام ممكن يضر بالكلى. نخفف منها المفروض دكتور صح؟ عدم استخدامها إلا لحاجة ضرورية أو بتوصية الطبيب، وإذا استخدمناها ما نطولها. يعني في مسكنات آمنة للكلى زي البنادول، الفيفادول، لكن في مسكنات معروفة باسمها ضارة للكلى والابتعاد عنها يفضل. عظيم دكتور، احنا اليوم طبعا بحكم انه اعرف ناس يعني يغسلون كلى دكتور، واعرف قديش يعانون 3 مرات في الاسبوع وانواع الغسيل الكلوي وما الى ذلك، هم يعانون الامرين، وصراحه يعني انا اعرف انه في معاناه، لكن السؤال كم عندنا عدد لو تحدثنا عن مرضى الغسيل الكلوي، كم عددهم في السعوديه؟ عدد المرضى اللي يغسلون حاليا في السعوديه يتجاوز 26,000 مريض، هذا المسجلين، والعدد في ازدياد بتقريبا بنسبة 6% بشكل سنوي، يعني متوقع أنه يوصل 30,000 خلال 3 سنوات القادمة، وهذا رقم كبير جدا. وش الخيار الأفضل لهم؟ طبعا مريض الفشل الكلوي دائما أمام خيارين لا ثالث لهما، الغسيل سواء بنوعي غسيل دموي أو غسيل بريتوني أو الزراعة الكلى، وفي فرق بين كل خيار. بالعادة نلجأ للخيار الأفضل بناء على موازنة المنافع والأضرار، نفضل دائما زراعة الكلى بسبب لعدة أسباب. فيجب في البداية تقييم المريض لزراعة الكلى، إذا كان صالح لزراعة الكلى واحتمال النفع أكبر من الضرر يلجأ لزراعة الكلى لفوائد كثيرة. من فوائد زراعة الكلى أولا جودة الحياة، المريض بعد زراعة الكلى يستغني عن الغسيل، غير مرتبط أيامه غير مرتبطة بالغسيل، فجودة حياته أفضل. الغذاء مسموح له جميع أنواع الأغذية تقريبا بعد تقليل السكريات والأملاح بشكل طبيعي، بينما عندما يكون على الغسيل فتقريبا نسبة كبيرة من الأغذية ممنوع أخذها، فجودة حياته تتحسن بشكل كبير بعد الزراعة. بالإضافة إلى ذلك الصحة العامة، زارع الكلى صحته العامة أفضل من الشخص الباقي على الغسيل. طبعا الحياة والموت أمر بيد الله، لكن علميا بعد زراعة الكلى عمر الزارع تقريبا يوصل إلى دبل أو أكثر من عمر نفس الشخص الباقي على الغسيل. نعم دكتور، يعني كلامك يقودني لنقطة مهمة جدا. اليوم احنا محتاجين لمتبرعين كلى، واليوم يعني المقولة الشهيرة الناس للناس والكل بالله، وأكيد أنه دائما المتبرع إذا صار من الأقارب يفضل دكتور، لكن سؤال اليوم، هل هناك خطورة لو واحد يبغى يتبرع بكليته لشخص ما يعرفه أو شخص يقرب له ويبغى الأجر، هل ممكن يكون عليه خطورة يا دكتور، ولا يعني ربما لما يتبرع بكلية واحدة والله أعطاه كليتين سيعيش حياة طبيعية؟ طيب
المتبرع بالنسبة لنا مهم جدا جدا، وتكاد أهميته تزيد عن أهمية الشخص الزارع للفريق الطبي، لأنه شخص بكامل صحته يجب تقييمه كاملا لعدم الابتعاد عن ضرره بأي شيء على المستوى القريب والمستوى البعيد. علميا التبرع بالكلى إجراء آمن جدا، نسب الخطورة جدا ضئيلة، نسبة أن واحد يتوفى من عملية تبرع بالكلى 1 في 3000 شخص، 0.03 نسبة جدا جدا ضئيلة. المريض بالعادة أو المتبرع بالعادة يجلس في المستشفى ليلة واحدة، العملية تكون بالمنظار، فتحات صغيرة، يغادر المستشفى في الصباح الثاني، يرجع يمارس حياته الطبيعية خلال عدة أيام بسيطة. احتمال حدوث فشل كلوي عند المتبرع لا تكاد تفرق عن غير المتبرع، يعني احتمال حدوث الفشل الكلوي في 20 سنة أقل من 0.5%، وهذه ما تفرق كثير عن غير المتبرعين. فالإجراء آمن جدا بإذن الله. بإذن الله. دكتور، في ختام هذه المداخلة، وش حاب تقولي دكتور للناس، خاصة نحن نتحدث عن مبادرات إنسانية والناس اللي جالسة توقف مع بعضها، وش حاب تقول اليوم دكتور وأنت يعني الأقرب لهذه، خلينا نقول أقرب لمرضى الفشل الكلوي وأنت رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الكلى؟ أنا ممكن أقول جزئيتين. الجزئية الأولى على مستوى الوطن، يعني إحنا في السعودية نعتبر من الدول المتقدمة في زراعة الكلى. عدد زراعة الكلى في السعودية تصل أرقام كبيرة، يمكن توصل 2000 زراعة في السنة الواحدة، وبنسب نجاح تتجاوز 99%. ما شاء الله. وجميع أنواع الزراعات تعمل هنا، يعني دول كثيرة تعمل فقط زراعة ومتبرعين أحياء. عندنا في السعودية نعمل متبرعين أحياء ومتبرعين أموات. المركز السعودي لزراعة الأعضاء يقوم بمجهود هائل لتنظيم التبرع من المتوفين دماغيا، والجميع يستفيد بنظام واضح وشفاف. هذا على المستوى الوطني. المستوى الأفراد، التبرع يمكن شفت لقاء للدكتور المطلق قبل يومين لما ذكر أنه صدقة جارية، يعني ما ألقى كلمة معبرة أكثر مما قال، أنها صدقة جارية فيها إحياء للنفس، سواء بنوعيه اللي هو التبرع من خلال الحياة أو التبرع بعد الوفاة الدماغية. ويجتمعون دكتور عبد الرحمن وقطع كلامك، يجتمعون دائما على اللذة، يعني لما نسأل المتبرعين وخاصة عندي أبطال هنا في الاستديو يتحدثون عن اللذة، لذة العطاء. يمكن واحدة من الأشياء اللي نشوفها في العيادة، بعض المتبرعين لما يتبرع بالكلى يرجع لنا بعد فترة يقول يبغى يتبرع بالكبد. الله. فهو حس بلذة يبغى يستمر من هالنشوة يعني. يمكن في جزئية كان ودي أذكرها، إنه في كثير ناس يسأل أنا أبغى أتبرع بس ما أعرف كيف أوصل، أو أنا مريض أغسل كلى ما أعرف كيف أوصل، ما أدري وين أروح. الدولة وفرت طرق بسيطة للوصول، المستشفيات بكافة أنواعها عندها صلاحية لفتح ملفات لكل الناس لغرض زراعة الأعضاء. يعني مثلا المريض اللي غسل كلى يبغى يفتح ملف في الفرس أو في التخصصي أو في العسكري، مجرد يدخل الموقع أهلية العلاج يرفع التقرير الطبي يجي طلب، وبعد يومين يفتح ملفه في النظام من دون أي واسطة من دون أي حاجة. نفس الشيء للمتبرع، أحد يبغى يتبرع يدخل الموقع يرفع الطلب أنا أبغى أتبرع، يتواصلون مع المرتبين خلال يومين. أو اللي ما يعرف يقدر يزور عيادة التبرع أو زراعة الأعضاء، راح تكون الإجراءات ميسرة وسهلة بإذن الله. عظيم جدا دكتور عبد الرحمن ذيابي، استشاري زراعة الكلى في مستشفى حرس الوطني وأيضا رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الكلى. دكتور عبد الرحمن شكرا لقبولك دعوتنا، وشكرا لهذه المعلومات المهمة خاصة في هذا التوقيت. العفو، شاكر مقدر، وتحياتي لك وللزملاء والأخوان الموجودين معك، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. شكرا إذا مستمعينا للدكتور عبد الرحمن الذيابي. لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير وبعد مكملين معكم أجواء برنامجنا الناس للناس. حياكم الله مجددا مستمعي الناس للناس أينما كنتم، حياكم الله في هذه الحلقة اللي ما زلنا نتحدث فيها عن فضل التبرع وعن قصص المتبرعين بأعضائهم. معي في الاستوديو بكل شرف إبراهيم التويجري، متبرع بجزء من كبدي لعمته، وأيضا عادل اليحيى، متبرع بجزء من كبدي لطفلة لا يعلمها أو لا يعرفها بشكل أدق. عادل، ما سمعنا منك كثير، وقصتك بالنسبة لي أنا أسرتني.
انت صار لك شيء لما رحت المستشفى وقلت خلني اتبرع لطفله ما اعرفها؟ قالوا لك ترى طفله عمرها 7 شهور؟ لا غير صحيح، ما قالوا لي. ما علموك؟ ما علموني شيء عنها نهائيا. ما علموني عنها شيء نهائيا. طبعا زي ما ذكرت قبل شوي اني انا قعدت فتره طويله 5 شهور ما بين فحوصات وما الى اخره. بعد ال5 شهور يوم قالوا لي ان او جاني اتصال، السلام عليكم عادل، عمليتك يوم الاربعاء جاهز، تقدر، عندنا الطفله حاليا ما بين حياه وموت. يا الله. انا قلت لا والله جاهز. صحيح كان عندي اشغال وكان يعني صعب جدا علي اني اقدر اخذ اجازه واتفرغ هذاك يعني الاسبوع هذاك، لكن كلمه بين حياه وموت قلت لا والله الدنيا ما تسوى، وقفت كل شيء، والله الدنيا ما تسوى. ففعلا وقتها وقفت مباشره، بلغت ما انا جاهز، ذكروا لي واتوقع يعني اي شخص يتبرع بيعرف الشيء هذا، انه قبل العمليه فحوصات، بتكون في فحوصات اخيره فقط تشيكات اخيره يعني، وتقعد مع الجراح ويشرح لك العمليه وما الى اخره. فقالوا لي انه يوم الثلاثاء تجي نسوي لك فحوصات اخيره، بعدها تقعد مع الجراح يشرح لك كل شيء، وبعدها ان شاء الله تجينا يوم الاربعاء التنويم مباشره. سلام. قلت توكلنا على الله. جيت يوم الثلاثاء، هنا كانت صدمه بالنسبه لي، هنا كان التغير للامانه في حياتي في يوم الثلاثاء اللي قبل العمليه بيوم واحد. ممكن تسالني تقول عادل ليش اللي صار؟ ايه اللي صار، انا قبل باسبوع سويت فحوصاتي، اموري ما في يعني حالتي الجسديه والطبيه وكل شيء ما فيني العافيه. يوم الثلاثاء والله اني ما انساها، والكلمه الى الان في مخي قاعد ترن. بعد ما سويت الفحص والاشعه قعدت مع الجراح، قال لي طبعا انا لغتي انجليزيه ممتاز جدا، ولكن في الاشياء الطبيه احتاج مترجم معي، يعني الاشياء الطبيه لابد اني ارتاح فيها يعني. فقال الدكتور والله اني ما انساها كلمته وانا قاعد على الكرسي وقاعد اشوف اشعتي، قال اوه يو هاف ا كانسر، او بمعنى اوه عندك سرطان. عندك سرطان. انا وقتها التفت على طول على الممرض المترجم، قلت اللي قاعد يقولها وشو هذا؟ شو الموضوع؟ وش السالفه؟ والله صدمه. هنا كانت صدمه بالنسبه لي. كانسر وين؟ في الكبد؟ في الكبد. الله اكبر. انا سويت فحص قبل باسبوع ما كان فيني العافيه، يعني طلعنا فحصنا او اشعتي حقت الاسبوع الماضي ما كان فيها شيء نهائيا. فوقتها على طول كونوا لجنه مستشفى ملك فيصل التخصصي، من رئيس قسم الكبد في مستشفى الدكتور برونينج والجراحين واللجنة كاملة، فكونوا لجنة يشوفون حالتي. الآن التفت علي الدكتور قال لي وأنا موجود معهم في نص الاجتماع، أنا منصدم وقتها، أنا ما بين في استفهامات كثيرة داخلي، أنا جاي أتبرع فجأة أكتشف أن فيني بداية ورم. الموضوع كان موتر بالنسبة لي بشكل مخيف جدا. وفي طفلة على وشك موت. وفي طفلة على وشك موت، وأنا جاي وأنا استغفر الله إني قلت أنا اللي بلحقها، أنا اللي بموت. يا الله. أنا الشعور هذا اللي جاني، ممكن أكون شوي دراما ولكن هذه الحقيقة. فعلًا يعني هذا الشيء صراحة عذبني نفسيًا بشكل ما تتخيله. فالتفت علي الدكتور وقال لي عادل أنت لو ما جيت تتبرع الآن. أيوه. بعد 10 سنوات أو 15 سنة أنت راح تبحث عن متبرع يجي يتبرع لك بالكبد. لا إله إلا أنا ما استوعبت كلمة الأمانة في البداية. وقتها كان يعني أي أحد يقول لي شيء ما هو راضي يدخل داخل دماغي. طب أنت عارف إيش قاعد تصير؟ أنا قدامي ما أبالغ يعني شاشة سوداء. قال لك الدكتور لو ما جيتنا اليوم وشفنا إن عندك بداية ورم سرطاني ترك بعد 15 سنة بتدور متبرع. فعلا. وأنت أصلا ما فيك العافية. ما فيك العافية. فحص يوم الخميس، فحص يوم الخميس ما في شيء، والله ما في شيء. سبحان الله. سبحان الله. فالدكتور يعني كان متفاجئ، قال لي انه الحمد لله ان جيت، يعني الان نقدر نتدارك الموضوع قبل ان نتفاقم، ليه؟ لانه فحص الخميس ما كان فيني شيء، ويوم الثلاثاء يعني بينهم سبحان الله 5 أيام أو 4 أيام. وش صار لك عبد الرحمن؟ اللي صار بلغني بداية ورم، يعني ما هو معروف ايش سبب. لا وش صار لك؟ انا تحمست ترى. طيب انا بقول لك. طمني عليك. الدكتور قال لي انه خلاص وقتها راح ندخل على العمليه، العمليه راح يتم استئصال الجزء اللي فيه اللي بادي فيه الورم، وجزء زياده راح يتم ارسال الجزء للانسجه يتاكدون هل الورم انتشر ولا بدايه ولا كيف. وقتها راح يكون في عمليه برضو للطفله، انه طبعا عمليات التبرع يكون في عمليتين بنفس الوقت تقريبا، صحيح، بينهم وقت فارق بسيط، اساس يكون المريض جاهز
تلقي الجزء أو الكبد. نعم. فأرسلوا جزء الكبد للأنسجة، اكتشفوا الحمد لله أنه بداية الورم وما فيه أي شيء، ونسبة رجوعه لي نعم. بعد 1500 سنة. قلت أنا أبدا موافق بعد 1500 موافق الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. والطفلة ايش صار عليها؟ هنا الأمانة أنا كنت شايل هم شيء واحد وقت العملية، كنت خايف جدا أنه ما أتبرع، كنت خايف وقتها ما أتبرع. هذا نتكلم عن وقت العملية يعني. إيه؟ وأنا داخل غرفة العمليات قبلها بيوم كنت قاعد أعيش وشي، هذا ما قلتها لأحد نهائيا. وأنا زي ما بلغتك قبل أنه وقت تبرعي ما حد يدري فيه، لا أهالي ولا شيء. طمنا على البنت. البنت بسم الله عليها ما فيها إلا العافية. كم عمرها الحين؟ الحين تقريبا 6 سنوات. بخير وصحة، ما فيها إلا العافية. الله يبيض وجهك. قبل ما أخذت معك خليك معي عادل. أنا بغى نستضيف الآن دكتور خالد الروقي، عفوا أستاذ خالد الروقي معنا. حياك الله في خلاص. يا مرحبا، حياك الله، كيف حالك؟ والله بخير يا مال خير. سعيد بقبولك دعوتنا. أنتم من المركز الوطني للتبرع صحيح؟ صحيح بالأعضاء. نعم صح. أنت من زراعة طبعا، من المركز السعودي لزراعة الأعضاء. حياك الله دكتور خالد الروقي، سعيد جدا بمداخلتك. دكتور خالد قاعدين نسمع القصص وأكيد أنتم في المركز عندكم أعمال كبيرة قاعدين تسوونها. كيف يمكن أن تلخص اليوم مفهوم التبرع بالأعضاء وأيضا تعطينا الصورة أقرب عندكم في المركز؟ طيب أولا نمسي عليك أنت والزملاء الأخ إبراهيم والأخ عادل والبقية وعلى كل الأستاذ المشاهدين. وطبعا مفهوم التبرع عندنا، التبرع بالأعضاء هو خلنا نلخصه، أول شيء هو عملية جراحية يصير فيها إزالة جزء أو عضو من متبرع وذراعته في مريض. نعم. عنده قصور عضوي بهدف يعني الشفاء بإذن الله منها. يعني هذا هدف رئيسي منها. طيب اليوم بشكل سريع جدا، كيف يمكن أن تقيم اليوم تقدم المملكة؟ أنتم اليوم في المركز السعودي، كيف يمكن اليوم أن تعطينا صورة أقرب؟ إحنا كيف وضعنا؟ إحنا متقدمين ولا ما متقدمين؟ والله شوف الحمد لله، يعني الحمد لله المملكة تعتبر من أوائل الدول في العالم من ناحية مجال التبرع وزراعة الأعضاء. أنا 40 سنة من بدأنا موضوع الزراعة والتبرع بالأعضاء، ولله الحمد الآن إحنا وصلنا مرحلة المملكة تعتبر الثانية عالميا من ترتيب المتبرعين الأحياء، عدد المتبرعين الأحياء. عظيم. وكذلك من المراتب الأولى في المتبرعين المتوفين دماغيا. عظيم. وبإذن الله في تقدم زيادة. عظيم. أكثر الأعضاء تبرعا في المملكة؟ أكثر الأعضاء تبرعا طبعا الكلى هي، وكذلك بسبب حاجة عدد المرضى الكبير اللي أعتقد ذكرت خلال البرنامج من دكتور عبد الرحمن. صحيح. شكرا دكتور خالد، والله ودي أخذ معكم وقت أطول، لكن أعيدك في برنامج الناس إن شاء الله نتحدث بشكل طويل جدا عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء والأعمال الجليلة اللي جالسين تقدمونها. شكرا دكتور خالد. العفو. شكرا جزيلا لكم. شكرا. إذا كان معي دكتور خالد الروقي، هو منسق زراعة الأعضاء بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء. شكرا عادل ليحيى، وأنت متبرع بجزء من كبدك لطفلة لا تعلمها. الله يبيض وجهك. طيب يا وجهك، وشكرا لك. اللهم امين يا رب، وياك ان شاء الله، والله يكتب الاجر. اللهم امين. ابراهيم التويجري، شكرا لك، انت تبرعت بجزء من كبدك لعمتك. الحمد لله. الله يبيض وجهك، وشكرا جزيلا. والله لا يحرمكم الاجر جميعا. اللهم امين يا رب. اللهم جزاكم مثل جميعا. شرفتوني ونورتوني. شرف لنا والله. مستمعينا، انا خلف الخلف اتوجه بشكري وامتناني لكل شخص قدم العون والمساعده لاخيه المسلم وانقذ حياه شخص يصارع المرض، ربما يصارع حتى الموت، وقدم كل ما بوسع للتخفيف عنه ومساعدته على الحياة. شكرا لكل شخص بادر وتقدم لمساعدة غيره بما يستطيع. نلتقيكم غدا فمان الله.